بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا الله بالصف الثالث الثانوي. أنا أستاذ سعيد، شرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرون معاك في حل مجموعة المنهج بتاعك لعام 2022 من كتاب جيم لعام 2020. مستمرين مع الوحدة الثانية، الدرس 3 و4. النهاردة إن شاء الله نشتغل على الفوكابل إكسس بتاعتها. بدأنا على صفحة 85، سامحني على بركة الله نبدأ ونشوف. تقول لك ذا رايتر، الكاتب، جاء فراغ ذا اسز من ارجيومنتس، النقاط الاساسيه او النقاط الجدل الاساسيه اللي كانت في المقاله بتاعته، ان ذا فاينل باراجراف، في الفقره الاخيره. عمل لها ايه؟ فريزد، اصاغها في شكل عباره، ولا ديفايزد، جاء من ديفايز بمعنى حيله او تقنيه، ولا اكسكليم بمعنى تعجبه، ولا سامرايز بمعنى لخصها. سامرايز بمعنى لخصها، اجابتنا في جمله رقم واحد. الكاتب لخص النقاط الاساسيه او النقاط الجدليه الاساسيه في مقاله في الفقره الاخيره. نقول فيها because of the danger of burning fossil fuels، بسبب مخاطر حرق الوقود الأحفوري أو الوقود الحفري اللي هو كل ما يستخرج من باطن الأرض في شكل وقود. we must use، يجب أن نستخدم إيه، sources بمعنى مصادر of energy، للطاقة، more and more، أكتر وأكتر. traditional، تقليدي، alternative، بديل، harmful بمعنى ضار، و consumed بمعنى مستهلك. طبعا لازم ندور على alternative sources of energy بمعنى مصادر بديلة للطاقة، يعني مصادر بديلة للوقود الأحفوري أو الوقود اللي بيتم استخراجه من باطن الأرض، لأنه كله طبعا بيؤدي إلى تلوث البيئة وأضرار على الإنسان وكمان البيئة في نفس الوقت. تلاتة يقول لك فيها this معناها هذا كذا، إيه بقى؟ uses long complex sentences، هذا كذا بيستخدم جمل تتميز بأنها طويلة ومعقدة. That is his style of writing، ده أسلوبه في الكتابة. يبقى ده نقول عليه الشخص ده author، مؤلف، فوتوغرافر، مصور، اكسبلورر، مستكشف، ولا ريفايزر، مراجع. طبعا اللي بيقول يتميز ان هو كتابته انها جمله طويله وانها معقده، ده بنقول عليه author بمعنى مؤلف. اجابه صحيحه في جمله رقم 3. نتحرك مع الشاشه وجمله رقم 4 بيقول لك فيها we have enjoyed a period of study، وجا فراغراف بيقول لك احنا استمتعنا بفتره كانت فيها ثبات من ايه؟ نمو من كذا، نمو من ايه ده الشيء ده؟ for a few years، لسنوات قليله، which resulted in more jobs، وده ادى الى مجموعه كده او ادى الى زياده الوظائف. social معناها اجتماعي، economic معناها اقتصادي، cultural معناها ثقافي، والكتريك معناها كهربي. طبعا بما انه وظائف ونمو وما اعرفش ايه، هنقول economic growth بمعنى نمو اقتصادي. اجابه صحيحه في جمله رقم 4. خمسة يقول لك فيها although they have gained many of their rights، على الرغم من أنهن قد اكتسبن الكثير أو العديد من حقوقهن. طبعا بيتكلم عن مين؟ women، النساء. have not yet achieved the full، حتى الآن لم يصلوا إلى إيه المكتمل بالنسبة لهم، with men in the Arab world، مع رجال في العالم العربي. إيه اللي لسه ما حصلوش عليه في النقطة دي؟ necessity، ضرورة، quality معناها جودة، equality معناها المساواة، وability معناها قدرة. طبعا full equality المعنى الحرفي ليها المساواة الكاملة. إجابة صحيحة في جملة رقم 5. ستة بقول لك فيها ده official، الموظف، ماله بقى؟ for April، كلمة official هنا بقى مش معناها موظف، كلمة official هنا معناها رسمي، معناها رسمي. ليه؟ لأنك بيقول لك كذا لشهر أبريل، يبقى ده كده مش معناها موظف، يبقى ده معناها حاجة رسمية. طيب ده official إيه بقى؟ for April show a slight improvement، كذا رسمي لشهر ابريل بتبين او بتظهر سلايد امبروفمنت بمعنى تطور طفيف اون بريفيوس مانث، عن الشهر الماضي او الشهور الماضيه. كالندر اللي هي بتاعت التقويم يا شباب، اللي هي النتيجه اللي تلاقي فيها اليوم والسنه ومش عارف ايه، الشهر العربي والشهر القبطي، دي اسمها الكالندر اللي هو التقويم. ماجازين معناها مجله. صمز معناها حوالي المقادير من المال او الاموال، وليها علاقه بالفلوس والحاجات دي. طب فيجرز بمعنى ايه؟ فيجرز بمعنى اشكال او بيانات، او نقول خليها بيانات افضل عشان تبقى ماشي مع اللي قدامنا. يبقى هناخدها هي فيجرز. اجابه صحيحه في جمله ثانيه عشان تبقى ايه؟ ذا اوفيشال فيجرز، البيانات او الارقام الرسميه. البيانات او الارقام الرسميه عن شهر ابريل بتبين ان في تطور، صحيح هو طفيف ولكنه مقارنه بالاشهر الماضيه فهو تطور. تطور او تحسن طبعا، لان improvement معنى حرفي ليها بمعنى تحسن يا شباب. طيب يكون رقم 7 يقول لك فيها زوجة فراغ of the students like the new school، كذا من الطلبه بيحب المدرسه الجديده. only two students said it was bad، اتنين بس هم اللي قالوا انها
مدرسة سيئة أو وحشة. طيب حلو خالص، يبقى الأغلبية بتحب المدرسة. يبقى نقول ماتشوريتي، ماتشوريتي معناها النضج. بعد كده عندي ماينوريتي أقلية، ماجوريتي أغلبية، وبوسيبيليتي احتمالية أو إمكانية. إحنا قلنا إيه؟ قلنا ماجوريتي الأغلبية من الطلبة بيحبوها أو عجبهم المدرسة، لكن اللي قالوا إن هي مش كويسة 2 فقط. ده يعني اللي بيحب المدرسة أغلبية وليس أقلية. تمام، يقول فيها many people have changed their spending، العديد من الناس غير their spending. كلمة spending هتختلف معايا مع ايه الكلام اللي هي وراها، لان ممكن spend تجيب معنى يقضي، وممكن تجيب معنى ينفق او يصرف. بس نشوف الاول ايه الفرق. بيكمل in response to changing conditions، ردا على او كنتيجة لتغير ايه الاوضاع. طيب يبقى هم غيروا ايه هنا؟ هو غيروا نمط او اسلوب الانفاق بتاعهم. خلاص، times بمعنى وقت، باترنز بمعنى نمط او اسلوب او نموذج، ولوسز بمعنى خسائر، وعندي بعد كده بروفيتس بمعنى منافع او فوائد، اللي هي زي الفايده يعني بترجع ليهم من شيء معين. طب هي الناس غيرت يبقى سبيندنج باترنز، انماط او اساليب الانفاق بتاعها. ليه؟ الدنيا اتغيرت. لما الدنيا اتغيرت والاوضاع اتغيرت، خلاص بقى ينفق بطريقه معينه مختلفه عما كان معتاد عليه من قبل. تسعة بقول لك فيها the lawyer المحامي جاء فراغ for a reduction in the sentence of his client. المحامي عمل ايه علشان يخلي مدة الحبس بتاعت موكله أقل؟ طب عمل ايه هنا؟ بالد، بالد بمعنى تنمر أو بلطجة. charged، charge هنا بمعنى يتهم أو تنفع يغرم. تمام، ولا إنكار شجعة، ولا argued. أنا هاخد argued لأن argued بعد كده for a reduction in the sentence معناها قدم نقضا، قدم نقد في المحكمة علشان يقلل مدة الحبس بتاعت الموكل بتاعه. نتحرك مع جملة 10. تمام، وكمان معاها نشوف رقم الصفحة. بيقول لك في جملة 10 بيقول لي فيها only a small، فقط small معناها قليل. طب قليل ايه بقى؟ of young people، من الشباب are interested in politics، مهتمين بالسياسة. طيب نقول percentage بمعنى نسبة مئوية، ولا quantity بمعنى كلمة quantity معناها مقدار، وعندي بعد كده هو quality معناها جودة، و quantity كده quantity اتكررت مرتين يا شباب، خلاص كده وقعت نفسها. طيب المهم عندي ان انا ايه percentage only a small percentage، فقط نسبة ضئيلة من الشباب. طبعا نسبة مئوية، كلمة percentage معناها نسبة مئوية، نسبة ضئيلة من الشباب او طبعا من صغر السن مهتمين بالسياسة. percentage اجابتنا في الجملة رقم 10. طبعا ما ينفعش اقول only a small quantity، مقدار قليل. طب ما كلمة بي والاصلاح قبل عدد، ما ينفعش اجيب معاها كلمة quantity بمعنى مقدار. المقادير دي بتبقى الأشياء اللي هي تتوزن تتعامل معاها بالطريقة دي، لكن دول ناس نتكلم معاهم عن نسب مئوية وأعداد. 11 بيقول لك فيها my grandfather suffers from memory loss، جدي بيعاني من فقدان للذاكرة. طيب وجاي فراغ to his Alzheimer's disease، لأنه عندي ربنا يعافينا مرض الزهايمر، ده مرض فقدان الذاكره، بيبقى فقدان مؤقت يعني بتروح وتيجي عنده الذاكره. طيب المهم puzzled معناها ارتبك او تحير، inspected بمعنى فتش، زي ما بيجي حد يفتش على حد في حاجه، ولا related، related معناها له علاقه بكذا. تمام، ولا reflected معناها منعكس على كذا. طيب الزهايمر النسيان الذاكره، النسيان او فقدان الذاكره موجود عند الجد ده related to، معناها مرتبط بيه او ذو علاقه بيه او له علاقه بيه مرض الزهايمر. related اجابتنا في جمله رقم 11 اجابه وحيده صحيحه. نشوف لك فيها according to the health، طبقا لايه health؟ health معناها صحه. طب ايه يا عمي كذا؟ 8 people، 8 اشخاص die each day، بيموتوا كل يوم waiting for a transplant، انتظارا في عمليات زرع الاعضاء، ربنا يعافينا جميعا. طيب طب health ايه هنا؟ هو health facility، تسهيلات صحيه، health care اللي هي العناية بالصحة، ولا health searches، searches بمعنى المعنى الحرفي ليها يبحث، ولا ها ولا health ماشي statistics، statistics معناها إحصاءات أو إحصائيات. تمام، يبقى health statistics الإحصائيات أو البيانات اللي جاية من الصحة، بيقول إن في 8 أشخاص بيموتوا كل يوم وهم في قائمة انتظار عمليات زراعة الأعضاء، ربنا يعافينا جميعا. نروح الجملة رقم 13 ولا فيها استم ليها مدارس الفائقين يا شباب، او المتفوقين في مجال العلوم والرياضيات والحاجات دي، طبعا العلوم والتكنولوجيا ده اكيد. طيب المهم students have
a higher level of mathematical، عندهم مستوى عالي من الماثيماتيكال. ايه ماثيماتيكال؟ معناها رياضي، رياضي مش معناها العاب، رياضي معناها له علاقه بالجبر والهندسه والحسابات والحاجات دي. جاء فراغ ذا اذر ستودنتس من الطلبه الاخرين اوف ذير ايج اللي في نفس سنهم. طب عندهم ايه؟ عندهم ماثيماتيكال ابيليتي بمعنى قدره، ولا فانتازي، فانتازي اللي هي الفانتازيا المبالغه في الاشياء والحاجات دي، ولا فيكشن بمعنى خيال، ولا ريفليكشن انعكاس للشيء. طبعا عندهم ماثيماتيكال ابيليتي، عندهم قدرات رياضيه في مجال علم الرياضيات، يعني اجابه صحيحه في 13. 14 يقول لك كايرو بوك، كايرو بوك معناها كتاب القاهره. ده ايه هو الكتاب القاهره دي؟ هنشوف ايه اللي له علاقه بالكلمتين اللي قدامي. كايرو بوك، كايرو معناها القاهره، بوك معناها كتاب. طب ايه دول؟ از وان اوف ذا موست امبورتنت كالتشرال ايفنتس، واحد من اهم الاحداث الثقافيه ان ذا ارابور في العالم العربي. كده بيتكلم عن ايه يا باشا؟ في استعيد ولا جاليري، معرض للملابس والازياء والموضه، ولا ممكن برضو معرض للاعمال الفنيه، ولا كونفرنس مؤتمر، ولا فير معرض للكتاب. هي دي، عشان انت عندك حاجه اسمها كايرو بوك فير، معرض القاهره الدولي للكتاب، وده حدث معروف جدا بيكون في الغالب في شهر يناير من كل عام في يوم المصاعب. 15 ولا فيها زوجة فراغ of the musical event، إذا كذا للميوزيكال ايفنت، ميوزيكال بمعنى حدث موسيقي. said that all the money، إن كل الفلوس collected اللي تم تجميعها would go to charities، سوف يتم توجيهها أو سوف تذهب إلى المؤسسات الخيرية. طيب organizers معناها منظمين، authors معناها مؤلفين أو كتاب، editors رؤساء تحرير، و customers اللي هم الزبائن. اللي بينظم organizers المنظمين بتوع الحفل الموسيقي قالوا يا جماعة كل الفلوس احنا جمعناها هنوجهها للجمعيات او المؤسسات الخيرية. 16 بيقول لك فيها the bar، ايه بقى؟ هنشوف بار shows sales on the left and cost of sales on the right. بار طبعا هو اكيد طبعا يقصد بيها بار جراف اللي هي الرسومات البيانية او الرسم البياني، بيبين ان المبيعات واخدة الناحية الشمال والتكلفة بتاعتها على الناحية ايه؟ على الناحية اليمين. فوتو معناها صورة، ستيتيو معناها تمثال، جراف تكمل مع بار كلمة رسم بياني، وعندي بعد كده استدي بمعنى دراسة. طيب احنا عندنا حاجة اسمها بار جراف بمعنى دراسة بيانية أو دراسة معمول لها في شكل رسم بياني أو رسم توضيحي بياني علشان تبين منه إحصاءات عن شيء معين. نتحرك لصفحة 86، هنلاقي عليها بداية الجملة رقم 17 بيقول لك فيها sometimes mothers get، أحيانا الامهات مالهم بقى؟ بيبقوا ايه؟ with the children's bad behavior، مع سلوك الاطفال السيء. يبقوا ايه بيحصل؟ ريلاكسد مسترخين، ولا كروس غاضبين، ولا ديلايتد مبسوطين، ولا كونتنت بمعنى كونتنت بمعنى سعيد برضو او مبسوط. لا طبعا انت عندك حاجه اسمها get cross with بمعنى يغضب من كذا او يغضب بشان كذا. 18 ولا فيها زوجة فراغ of the scientific experiment، كذا للتجربة العلمية. surprised everyone، أدهشت الجميع. that read about it، يعني كل اللي قرأ عنها كان مندهش. طيب result نتيجة، ولا reason سبب، ولا opinion وجهة نظر أو رأي، ولا importance أهمية. the result النتيجة اللي قدرت تتوصل إليها التجربة العلمية أدهشت الجميع. في 19 بيقول لك فيها the young writer's new book، الكتاب بتاع الكاتب الشاب ده ماله؟ clearly وبوضوح ايه؟ his beliefs about life، اعتقاداته بشأن الحياة. reacts بمعنى يبدي رد فعل، reflects بمعنى يعكس، perfect جاي من perfect بمعنى تام او كامل، و praise بمعنى يدعو. طب هنقول reflects الكتاب بتاع الكاتب ده يعكس حياته او معتقداته في الحياة. 20 بيقول لك فيها the new about the agreement، the news about، عفوا the news about the agreement، الأخبار اللي كانت اللي وصلت عن الاتفاق. جاي فراغ hopes for peace in the area، hopes بمعنى آمال أو تمنيات، و peace عندك بمعنى سلام. طب faded خلى الشيء باهت كده، lost معناها فقد، و rose جاية من rise rose اللي هي تشرق للشمس والحاجات دي، وعندي raised بمعنى أزادت أو رفعت الحاجات دي. raised hopes معنى رفعت الامال او زودت الامال، يعني زي ما يقولوا كده زودت الامال في السلام في المنطقه. واحد جمله فيها it is worth، it is worth معناها هذا الشيء جدير بكذا، هذا الشيء جدير بكذا. طيب نكمل
that the most successful companies, إن أكثر الشركات نجاحا had the lowest prices، عندها أقل الأسعار أو عندها أرخص الأسعار. طيب يستحق الموضوع. Ignoring التجاهل ولا noting الملاحظة ولا denying الإنكار ولا condemning الشجب والإدانة والحاجات دي. لا، it worth noting بمعنى شيء يستحق الملاحظة، إن الشركات الأكثر نجاحا هي اللي حاجتها أقل أسعار. جملة 22 بيقول لك فيها in a formal interview، في المقابلات الرسمية بتاعت الوظائف والحاجات دي، يعني try to maintain good eye، حاول انك انت تحتفظ او تحافظ على اي 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 معناها عين، حاجة ليها علاقة بالعين، with the interviewer، مع الشخص اللي بيعمل معاك المقابلة. طب انت عايز تعمل معاه اي 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 communication، ماشي، بمعنى تفاهم، ولا figure بمعنى شكل او تنفع رقم، ولا كونتاكت بمعنى اتصال او تواصل، ولا سبيك. تمام؟ لا، انت عايز تعمل حاجه اسمها اي كونتاكت، اللي بيقولوا عليها تواصل بصري، وده ده تصليح، ده مصطلح يا شباب، ده مصطلح على بعضه، لازم تقوله على بعضه. اي كونتاكت بمعنى تواصل بالعين. اجابه صحيحه في الجمله رقم 22. طيب نتحرك لجمله رقم 23، واللي بيقول لك فيها Our grandfather always used to tell us about his. الجد دايما اتعود ان هو يحكي لنا ايه عن ايه، وجاي فراغ at sea في البحر، when he worked on a fishing boat، عندما كان يعمل على مركب للصيد. طيب ايه؟ climb يتسلق، exercise بمعنى تدريبات، training اللي هو ممكن تبقى training suit اللي هو السوت انت بتلبسها للتدريبات، وتنك تاخد شكل التدريب برضه على شكل جنن، وعندي ادفنتشرز معنى مغامرات. طبعا الجد بما انه كان شغال على مركب صيد، يبقى اكيد كان اللي بيحكي عنه للاطفال دول ادفنتشرز مغامرات. اجابه صحيحه في 23. 24 بيقول لك فيها there are two important points to، هناك نقطتين مهمين لايه عشان نعملهم ايه، وبعد كده بكمل from this graph من الرسم البياني ده about the number of women doctors، عن اعداد النساء من الاطباء في مصر ايجيبت. طب ادفرتايز بمعنى يعلن، ويعلن هنا هو اعلان تجاري، نوت بمعنى ملحوظه، خلاص، ديفاي بمعنى يتحدى، جريد بمعنى تصنيف او مرتبه. طب هنقول تو نوت، بيقول له في نقطتين نلاحظهم ناخد بالنا منهم، يعني يلاحظ بمعنى نوت. اجابه صحيحه في الجمله رقم 24. 25 بيقول لك فيها موفيز ار ذا بيست واي تو، الافلام هي افضل طريقه لايه، وجاي فراغ ايدياز الافكار، سبيشالي وخاصة تو ذا يونج مين، للشباب اند وومن والسيدات طبعا nowadays. طيب نقول ايه بقى؟ تقول لينك ايدياز ولا كونتاكت ولا تاي ولا كوميونيكيت. انا عندي حاجة اسمها كوميونيكيت ايدياز بمعنى يوصل افكار معينة، ماشي؟ كوميونيكيت ايدياز معناها يوصل افكار معينة، ده مصطلح على بعضه احنا بنحفظه وناخده زي ما هو. طب نروح للجملة رقم 26، بيقول لك فيها I called the customer service، أنا اتصلت بخدمة العملاء to A علشان كذا، about the delay بسبب التأجيل أو التأخير of delivering، لتوصيل the new washing machine، الغسالة الجديدة. طبعا delivering هو delivery هو توصيل المنزل. طيب complain بمعنى يشكو، celebrate يحتفل، rehears المعنى الحرفي ليها يعزز شيء، وترين بمعنى يتدرب. طب انت اتصلت لخدمة العملاء عشان تقول لهم ايه؟ انا زعلان، يبقى تعمل حاجة اسمها كومبلين، بتشتكي. اجابة صحيحة في الجملة رقم 26. العنوان الجديد اللي هنشتغل عليه دلوقتي يا شباب مكتوب عليه اكسبريشنز، تعبيرات، ايديمز، مصطلحات، بريبوزيشنز، احرف جر، ديريفيتيفز، مشتقات، سينونيمز، مترادفات، وانتونيمز، متضادات. يبقى الجمل من 27 ل 40 بيتكلموا في هذه الفكرة. نبدأ ب 27. We need to facilitate، كلمة facilitate معناها ييسر أو يسهل، وجاي في فراغ and economic activity، والنشاط الاقتصادي، that provides job، اللي هيوفر فرص عمل. طب إيه بقى؟ develop يطور، developing ده فيها استمرارية بيشير للتطور، تمام؟ و development بمعنى تطور، و developed متطور، ماشي؟ وكلمة developing ممكن نقول عليها نامي، تمام كده؟ طيب المهم أنا عايز إيه؟ أنا عايز development، we need to facilitate development، إحنا محتاجين إن إحنا نعمل تسهيلات في مجال التطور والنشاط الأنشطة الاقتصادية. في 18 بيقول لك فيها women achieve great results if they، النساء يمكن لها أن تحقق نتائج عظيمة لو هم إيه؟ جاي في فراغ
equal opportunities with men، فرص متساوية مع الرجال. طيب يبقى ايه بقى مع equal opportunities دي؟ give يعطي، ولا have يكون لديه او يحصل، ولا lose يخسر، ولا miss يفقد؟ هنقول have if they have، يعني لو بقى عندهم ده. فيها my younger brother اخي الصغير is a naughty boy عيل شقي and always gets، ودايما بيعمل لنا ايه بقى trouble، بيعمل لنا مشاكل في المدرسه. جاء حرف الجر ايه المناسب gets؟ gets into ولا at ولا to ولا for؟ gets into trouble بمعنى يقع في مشكلات. دي مصطلحات على بعضها شباب نحفظها، ما فيش فيها اي ايه يعني، ما فيش فيها اي تحايل ولا مجاملات زي ما بيقولوا. تدي بقولك فيها I trust that my son is well behaved، أنا أثق تماما إن ابني متربي كويس، سلوكه تمام التمام. And wouldn't do anything wrong، مش هعمل حاجة غلط at the party في الحفل. طيب ده الثاني، أنا عايزين المرادف للصفة well behaved اللي هو يعني إيه سلوكه سلوك جيد زي ما بيقولوا، عايزين مرادف ليها. bad tempered سيء الطبع، cruel cruel بمعنى قاسي، active بمعنى نشط، ولا polite مهذب؟ هي دي polite مهذب تديني نفس معنى well behaved بمعنى حسن السلوك. هنرفع الشاشة شوية بس عشان نشوف رقم الصفحة اللي احنا شغالين عليها يا شباب، ونجيب الجملة رقم 31. يقول لك فيها The young actor took direct، الشاب بتاع ده الممثل الشاب أخذ دايركت إيه؟ كلمة دايركت معناها مباشر. From the films of عادل إمام، من أفلام عادل إمام. خد إيه؟ دايركت إيه؟ inspire يلهم، inspiration إلهام، inspired ملهم، وانسبايرنج واخد شكل الجيرن بمعنى شيء ملهم. طيب خد دايركت ايه الولد ده او الممثل ده؟ دايركت انسبريشن بمعنى الهام مباشر من افلام عادل امام. الجمله اللي انت بتقول فيها يو ماست فيل كونفيدنت، يجب ان تشعر بالثقه. ايه؟ جاي في فراغ يور ابيليتي، القدره بتاعتك تو سكسيد ان لايف، عشان تنجح في الحياه. طيب كونفيدنت ايه حرف الجر كده؟ كونفيدنت ان ولا with ولا out ولا about؟ كونفيدنت about معناها يجب ان تشعر بانك انت عندك الثقه بشان كذا او بخصوص كذا، وتكمل معها طبعا ايه؟ يور ابيليتي، اجابتنا في 32. تقدر بيقول لك فيها ان ذيس كريتيكال كونديشنز، في المواقف المحرجه دي وي ماست، يجب ان احنا نكون ايه بقى؟ ذا بيست اوف ثينجز. ذا بيست اوف ثينجز معنى عايز اقول لك ايه؟ افضل ما يمكن من هذا الشيء يعني، اند نوت ويست اني ثينج، وما نهدرش حاجه ما نضيعش حاجه. طيب تيك ولا ميك ولا ورك ولا دو؟ انا هاخد ميك عشان عندي حاجه اسمها ميك ذا بيست اوف ثينجز بمعنى يحسن استغلال. يبقى كده لو نشوف بقى لما بعد مصطلح معناها اختلف، يبقى نقول ميك ذا بيست اوف ثينجز بمعنى يحسن استغلال. اربعه ويتتم لك فيها افتر تو دايز، بعد يومين ذير ووز ا، كان هناك ايه؟ امبروفمنت بمعنى تحسن، ان ماي ماذرز هيلث في صحه ايه؟ والدتي. طيب نوتس بمعنى يلاحظ، نوتسينج واخد شكل الجيرند والاستمراريه، noticeable معناها ملحوظ، و noting اللي هي ان انت تعمل ايه ملحوظة وتكتبها. طيب noticeable improvement بمعنى تحسن ملحوظ، اجابة صحيحة في جملة رقم 34. خمسة بيقول لك فيها I don't think the new manager cares، انا لا اعتقد ان المدير الجديد يهتم ايه هذا الستاف اتول، الفريق بتاعه او فريق العمل بتاعه على الاطلاق. طيب المهم ان عندي انا cares ايه؟ cares at ولا of ولا about ولا with؟ cares about، cares about بمعنى يكترس لي، يعني بيقول لك ما همهوش خالص الستاف اللي شغال معاه. بكده يكون انتهى تدريب الفوكابلري اللي كان جاي على الدرس الثالث والرابع من الوحده الثانيه، لكن ان شاء الله لسه لا يزال لدينا العديد والعديد من تدريبات المنهج. ان شاء الله انتظرونا في المزيد مع معلم خبير اللغه الانجليزيه مستر يوسف عزت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.